وطنيون من مختلف الإدارات والمؤسسات وخبراء إقليميون سيعملون خلال 6 أيام على دراسة العوامل المحددة لانعدام الأمن الغذائي بناء على بيانات متعددة القطاعات مرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية ومراقبة الأسواق والصحة والتغذية، وذلك من خلال هذه الورشة المخصصة لتحليل بيانات الإطار المتناسق لتحديد المناطق والسكان المعرضين لانعدام الأمن الغذائي. تندرج هذه الورشة الفنية الهادفة إلى تحليل بيانات الإطار المتناسق بهدف تحديد المناطق والسكان المعرضين لمخاطر انعدام الأمن الغذائي في بلادنا، وإدراكا منها للتحديات التي تواجهها في حماية السكان الأكثر هشاشة من الآثار الضارة للأزمات الغذائية والتغذوية، أنشأت الحكومة سنة 2021 آلية وطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية من أجل تخطيط وتنسيق أفضل التدخلات الهادفة إلى مساعدة السكان المعرضين للهشاشة الغذائية. وبفضل هذه الآلية يتم إنشاء تقييمات توافقية لتحديد احتياجات التدخل كل عام وتحديد الفئات المستهدفة وإنتاج خطة استجابة وطنية شاملة. إن إنشاء هذه الآلية يأتي تطبيقاً لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الذي يولي عناية خاصة للوضعية الغذائية للمواطنين عموماً وللفئات الأكثر هشاشة بشكل خاص، وهي التعهدات التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود جاهدة وبخطى حديثة لتطبيقها على أرض الواقع. مخرجات هذه الورشة ستمكن السلطات العمومية من تحديد خريطة دقيقة لوضعية الهشاشة الغذائية في البلاد، مما سيشكل أساسا لتخطيط وتنفيذ التدخلات المستقبلية لصالح السكان الأكثر فقرا.